بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن بديل الفورسيجا. الفورسيجا 10 مللي جرام بينزل منه، ده الماده الفعاله اسمها دابا جلايفلوزين، في منها 5 مللي جرام وال 10 مللي جرام. اللي بيتكتب واللي بيتاخد تركيز ال 10 مللي جرام تحت اسم البراند الا هو الفورسيجا 460 جنيه، الشريط ب 230. فايه احسن بديل له موجود؟ عندنا احسن بديل موجود شركه استرازينيكا الفورسيجا البراند الا هو الدابا جليف تبع شركه سانوفي. الشريط ب 135 في 14، معنى كده 28 قرص قصاد دوت، يعني 28 قرص عامل 270 جنيه، 270 قصاد 460. لو قلنا الشريط هنا 14 يعني عامل 230، اما هنا عامل علبه الدبج لفه عامله 270، 135 بسعر النهارده. بالنسبه لكل البدائل الموجوده المصريه فسعرها يتراوح من 230 ل 200 حاجه و40 ل 260. وفي عندنا الدبا فيلداكتين عامل 200 جنيه، الشريط فيه 7، يعني بيبقى العلبه فيها 4 شرايط، فنفس الفكره. فاحسن بديل متوافر للفورسيجا 10 مللي جرام شركه استرازينيكا الا هو الدباجليف شركه سانوفي. لو الاسعار اتغيرت خالص ممكن نبقى نعمل فيديو تاني اللي هو مثلا نشوف الاسعار، يعني ايه المناسب، ايه المتاح، ايه افضل شركه موجوده بسعر مناسب. فحاليا لا، الدباجليف حلو جدا كقيمه مقابل سعر، اللي هو الشريط، يعني الشريط فيه 14 قرص ب 135، فرق 100 جنيه عن الفورسيجا، وفي نفس الوقت بديل كويس جدا. الشركات دلوقتي يعني بتميل طبعا يعني انها تنتج، بدل ما تنتج الشريط 10 تعمل الشريط 14 او 7 عشان بالاسبوع، عشان يشيل القرصين اللي بيبقوا في ال 30 بقى وكده. الفكره كلها فلوس، انا باخد اكبر كم قدر ممكن من الفلوس، حتى لو هقص مثلا حبايتين من الشريط، مثلا ما يبقاش 10 يبقى 7، والشريطين ما يبقوش 20، والثلاث شرايط ما يبقوش 30 بيبقوا 28. لو في بدائل تانية كويسة، البدائل التانية كويسة جدا وحلوة جدا، بس يعني كقيمة مقابل سعر أو بديل بجودة كويسة، لا ده بجلف كويس جدا يعني إحقاقا للحق. وبس كده، لو استفدت من الفيديو لايك شير سبسكرايب.